مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج لكل الناس. يسعد النهاردة أن نغطي حفل تدشين النسخة العربية من موسوعة الأدب الكازاخي العالمي. مساء الخير سعادة السفير دولة كازاخستان لدى جمهورية مصر العربية. كلمني حضرتك سعادة السفير عن أجواء هذا الاحتفالية وأهمية ترجمة الأدب الكازاخي للغات الأمم المتحدة الست. فعلا اليوم احنا نحتفل بإطلاق هذه الكتاب الكبير والعمل الكبير، وده ترجمة ونشر الموسوعة الأدب الكازاخي في المعاصر، وتم ترجمة هذا الكتاب إلى 6 لغات من اللغة العربية، وتم نشرها إلى نشر توزيعه يعني في 93 الدولة الأجنبية، منها 22 دولة العربية. وأعتقد أرسلنا في العالم العربي أرسلنا الكتاب إلى أكثر من 4000 عنوان، منها مراكز العلمية والجامعات الكبرى ومكتبات. ويعني عن طريق هذا العمل طبعا احنا نحب ان نعرف اكثر الثقافه وتقاليد الكازاخيه، توصيلها الى القارئ العربي لكي نتقارب اكثر واكثر ان شاء الله. وايضا هذا ترويج جيد للبلد، والان اعتقد 2.5 مليار بني آدم في العالم يقدر يقرأ هذه الموسوعة ويفتح من جديد الكازاخستان بالنسبة للناس. طبعا الكازاخستان معروف بإنجازاتها السياسية، بمبادراتها السياسية وإنجازاتها الاقتصادية، والآن احنا نركز على ترويج الثقافة الكازاخية التي موجودة من زمان. وقبل ذلك احنا ترجمنا اكثر من مؤلفة الى اللغة العربية، ولكن هذه اول مرة احنا ترجمنا ونشرنا الاعمال الكتاب والشعراء الكبار في كازاخستان المعاصرين يعني وموجودين الآن. طبعا يا سعادة السفير، هناك تعاون مثمر ثقافي بين دولة جمهورية مصر العربية وجمهورية كازاخستان. حضرتك كلمني، حتى كان هناك تعاون بين وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكالة الأنباء الكازاخية لنشر الثقافة الأدبية الأدب أو الثقافة الكازاخستانية بشكل عام، كلمني عن هذا التعاون سعادة السفير. فعلا بداية من عام 2016 تم تنفيذ البرنامج الرئاسي، احنا نسميه التحديث الوعي والثقافة، التعريف بالثقافة الكازاخية في عصر العلماء. وفعلا في إطار هذا البرنامج الثقافي احنا ننظم ونرتب الفعاليات الثقافية الكبيرة في دول مختلفة، ومنها طبعا في مقدمة مصر، لأن مصر ده مركز ثقافي ومركز علمي وفكري، ونحن فخورين بعلاقاتنا مع مصر في شتى المجالات، علاقاتنا متميزة. ومن بداية من سنة 2016 احنا ركزنا جدا على الثقافة، وترجمنا ونشرنا أكثر من كتاب، وأيضا نظمنا الحفلات الموسيقية كبيرة، جبنا السنة اللي فاتت الأوركسترا السيمفونية ب90 شخص، كانت الحفلة كبيرة جدا. وأيضا يعني نظمنا المعارض، ولدينا علاقات متميزة مع وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة. كان هناك لمصر تواجد في المؤتمرات والمعارض اللي حضرتكم نظمتوها، كان لجمهورية مصر العربية تواجد في المؤتمرات والمعارض اللي حضرتكم نظمتوها، كان أيضا لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي دورا كبيرا في دعم أواصل أو زيادة التعاون في كافة المجالات، كلمني حضرتك عن أجواء هذه الزيارة. طبعا شهدت السنوات الأخيرة بعد زيارة الفخامة الرئيس، زيارة رسمية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكازاخستان عام 2016، وتطور كبير وبين يعني في علاقات بين كازاخستان ومصر في شتى مجالات، مجال السياسي والاقتصادي والاستثماري والتجاري. وفعلا هناك احنا نرى الآن ان زاد حجم التبادل التجاري مرتين،
وأيضا عمقنا علاقاتنا في مجال التعليم العالي. وأول مرة في أثناء يعني في السنة المقبلة سوف نفتح الفرع أكبر جامعة في كازاخستان، جامعة الفارابي هنا في مصر. أيضا زودنا المشروعات العلمية مشتركة، ونحتفل سويا السنة القادمة بذكرى 1150 سنة من تاريخ الميلاد أبو نصر الفارابي، وهو معلم الثاني بعد أرسطو ومفكر مسلم إسلامي كبير، وهو من أبناء السهوب الكازاخية العظمى. وأيضا لدينا مشروع كبير وترميم مسجد سلطان ظاهر بيبرس في منطقة ظاهر، وتم منحت حكومة جمهورية كازاخستان 4.5 مليون دولار لترميم هذا المسجد، وأيضا منحت حكومة مصرية مبلغ ضخم، وإن شاء الله نخلص من المشروع سنة المقبلة بمشيئة الله، ونصلي سويا صلاة الجمعة في هذا الجامع الكبير الضخم. شكرا. شكرا سعادة السفير. شكرا. برحب بالأستاذ عماد طحينة، مترجم الموسوعة الكازاخية إلى اللغة الروسية. للغة العربية. نعم. إلى اللغة العربية. نعم. أهلا فيك. أهلا بحضرتك. كلمني يا فندم عن أهمية ترجمة الموسوعة الكازاخية إلى لغات الأمم المتحدة الست. طبعا الأهمية الرئيسية للترجمة هي تعريف العالم بالروح الكازاخية، بعناصر الأدب الكازاخستاني، بغنى وثراء هذه الحضارة. وإن شاء الله بتكون فرصة للقارئ العربي ونافذة واسعة يطل من خلالها إلى بلاد السهوب الذهبية. هناك يا فندم مشتركات بين الثقافة الكازاخية والثقافة العربية، ممكن تكلمنا عن هذه المشتركات؟ والله أنا ما شفت مشتركات، شفت تماثل. نعم، فالهواجس واحدة، والأحزان واحدة، والأفراح واحدة، وطريقة التعبير عنها واحدة. حب الأحفاد، التغني بأمجاد الأجداد، حب الوطن، حتى الغزل هو واحد، عناصر الغزل واحدة. فكانت قريبة جدا يعني، وراح تكون إن شاء الله قريبة جدا للقارئ العربي. شايف حضرتك أهمية هذه الموسوعة وترجمتها للغة العربية في التعاون بين مصر ثقافيا بين مصر وكازاخستان، شايف حضرتك وجهة نظر حضرتك فيه؟ طبعا يعني العنصر الثقافي أو المكون الثقافي هو مكون أساسي في علاقات أي شعبين أو أي أمتين أو أي بلدين. فبعتقد يعني عندما نتعرف على روح هذا الشعب وثقافته وأدبه بيسهل علينا إقامة علاقات كمان مختلفة معه، إن كانت اقتصادية ولا سياسية ولا دبلوماسية. وفي أشياء مشتركة كثيرة بين الروح العربية والروح الكازاخية، يعني الشفافية، الصدق، الاندفاع نحو الآخر، رحابة الصدر، الصدق أهم شيء. أجواء هذا الحفل وحفل التدشين؟ ما شاء الله، أنا أول مرة أزور القاهرة، طبعا لي الشرف، أنا مقيم في ألمانيا، سوري ومقيم في ألمانيا، وجئت خصيصا إلى هذا الحفل. طبعا تعرفت على الكثير من الصحفيين ورجالات الثقافة والأدب في مصر. طبعا مصر شهادتنا فيها مجروحة، مصر هي أم الدنيا، والقاهرة هي عاصمة الثقافة العربية التي لم تعرف شمسها غروبا. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم، نورت مصر. أهلا. شكرا. أهلا. تصفيقات مرة أخرى طبعا جميلة.
جميلة جميلة وكلكم طيبين وكلكم ما لاقياش الكلام في الناس المقبول يعني هو جوا قلبي. دكتور عبد الرحيم عبد الواحد المستشار الإعلامي الدولي لكازاخستان، أهلا بك يا فندم. أهلا بك. حضرتك كلمني عن أجواء تنظيم هذه الاحتفالية. الحديث عن أجواء تنظيم هذه الاحتفالية لابد أن يسبقه كلمتان، الأولى وهي المشروع أو الموسوعة المختارات الأدب الكازاخي، مشروع عالمي ثقافي هدفه إعادة التواصل بين الحضارة الكازاخية أو حضارة شعوب الثهوب الكازاخية والمنطقة العربية بتراثها وثقافتها وتاريخها، وذلك لأسباب عديدة أبرزها أن القيادة الكازاخية القديمة فكرية وفلسفية وتاريخية وثقافية أصولها كازاخية اشتهرت في المنطقة العربية، لكن لم يشار على أنها كازاخية في كتبنا التاريخية. المشروع يهدف إلى إعادة التواصل الثقافي وفي نفس الوقت تجسيد الهوية الكازاخية في المنطقة العربية. الهوية الكازاخية بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي كادت أن تتوه في أروقة الحضارة الأوروبية، لكن الرئيس الأول والمؤسس لدولة جمهورية كازاخستان نور سلطان نزاربايف كان وراء هذا المشروع، وهو توجه نحو المنطقة العربية لمزيد من التواصل ولإعادة إحياء العلاقات العربية الكازاخية. اختيار القاهرة كان له دور كبير في هذه التظاهرة، وهي باعتبارها عاصمة ثقافية عربية ليس اليوم ولكن من قديم الأزل، فكان إصراري أنا شخصيا كرئيس تنفيذي لميديا هاب انترناشونال أن تكون القاهرة هي العاصمة التي تنطلق منها هذا الفرح وهذا العرس كما أنا أسميه، رغم أن أنا أقيم في دولة أخرى، لكن أجد أنه من الإنصاف للعاصمة المصرية والإنصاف للموسوعة لكي يكون التطابق بين النقطتين. والحمد لله كانت التظاهرة بفضل الله وفضل الجهود موفقة جدا، ونتمنى أن تتواصل لأن هناك المزيد من الرموز الكازاخية القادمة في إشهارها وترويجها والحديث عنها في 2020. عندنا الشاعر الفيلسوف أباي والشاعر والفيلسوف المبدع العالم الفارابي، رموز وسط آسيا سيكونون حاضرين في القاهرة العام المقبل إن شاء الله تعالى. شكرا يا فندم، مبروك نجاح هذا التدشين. شكرا شكرا. اهلا بيكي. النهارده في حفله تدشين النسخه العربيه الموسوعه الادب الكازاخي العالمي. طبعا دور الفن مهم جدا في دعم تواصل مع كل الثقافات والعلوم، فحضرتك يعني كلميني عن دور الفن في التواجد في مثل هذه المحافل. هو طبعا تبادل الثقافات ده مهم جدا بين كل الدول بعض، ودايما انا رحت كازاخستان على فكره وقعدت فيها يمكن 17 يوم كنت بصور زاهر بيرس، وحقيقة بلد جميلة جدا والمنظر الجبال هناك مش طبيعي، حاجة تحفة، وعرفت ان في افلام عالمية بتتصور هناك، وحقيقة بلد مثقفين جدا وبلد منظمة جدا ونظيفة جدا وتحسي بيها نظام، في نظام. فده مبدئيا عن البلد على كازاخستان. نيجي نقول تبادل الثقافات، تبادل الثقافات ده مهم جدا بيننا وبين دول اخرى، وطبعا ان كازاخ ان هم يبتدوا كازاخستان ان هم يقرروا انهم يترجموا الكتب بتاعتهم والشعر بتاعهم لكذا لغه عالميه، اروات عالميه اللي هي الاساسيه، ده مهم جدا لانهم عايزين دول الناس فكروا صح، فكروا انهم يطلعوا ولادهم بره الصندوق زي ما بيقولوا، يعني مبقاش كلها مغلقه على نفسها، ينشروا الادب بتاعهم وثقافتهم، وده دعايه للبلد على فكره، اكبر دعايه للبلد انك تنشري ثقافتها. احنا عندنا تاريخ طويل عريض، ده نشر لنا ثقافه بالهبل في كل حته يعني،
يعني احنا عندنا تاريخ الحضاري الاسلامي والقبطي والتاريخ الفرعوني، عندنا يعني حضارات وحاجات كبيره جدا مرنا بيها مصر مرت بيها، وده عندنا كتب وعندنا كتب عليها حلوه جدا، وياريت برضو اعتقد ان في جزء مترجم منها كتير، لكن برضو حته الفكره اللي عملوها دي انا عجباني جدا، تبادل الثقافات مهم، ودول يمكن ما تعرفيش عنها حاجه بتعرفي عنها حاجات كتير، بتعرفي عن شعبها وعن افكارهم وعن عاداتهم وتقاليدهم، ودي حاجه جميله جدا يعني. فانا بقول طبعا فن دوره، ان انا زي ما انا جيت دلوقتي وبتكلم وبقول لما رحت كازاخستان وشفت ونقلت الحضاره، لما بتكلم في حديث او بتكلم في ندوه او بتكلم في مؤتمر، ده كل ده نشر ثقافه. يبقى انا كمذيع التلفزيون في مثلا كلام ستات، لو ممكن جت مناسبه نتكلم عن بلد اخرى بنتكلم ونقول على ثقافتها، فدي حاجه جميله يعني. لازم الفن يبقى له دور في الثقافه طبعا، كل ثقافه اصلا طبعا الفن له دور في كل اوجه المجتمع. مشكور جدا الفنانه الجميله نهاية العنبر، شكرا جدا لوجودك معنا. ميرسي، ربنا يخليك، شكرا. أعزائي المشاهدين، من داخل دار الأوبرا المصرية قدمنا لكم تغطية لحفلات شين النسخة العربية للأدب الكازاخي المعاصر. أشكركم لطيب المتابعة، انتظرونا إن شاء الله في الأسبوع القادم حلقة جديدة وبرنامج لكل الناس.